المقصود بحق الأجر هو أنه لا يجوز أن تعمل في أيسلندا إلا بمقابل أجر. نقابات العمال هم نقابات ذات خاصية مميزة. لدى نقابات العمال مهمة التفاوض لجميع العاملين بمجال معين، التفاوض للجميع بآن واحد، إما رب العمل واحد أو جميع أرباب العمل حول الأجر. نقابات العمال لديها صلاحية التفاوض عني عن الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى من الحقوق. تختلف نقابات العمال وفق نوعية العمل التي تعمل بها. على سبيل المثال نقابة الخريجين والجامعيين، وأيضا هناك نقابة أبلينج التي تعمل بجملة من مختلف الأعمال. لقد اتجهت عدة مرات إلى نقابة العمال لدي، وذلك لأسباب متنوعة مثل التقدم لطلب الدعم للتعلم أو دعم الرياضي. يقدمون دعم مختلف لمختلف الأشياء. يجب عليك فقط أن تتفحص بأي نقابة عمال أنت. تختلف حقوقك حسب النقابة التي أنت بها. عملت كطاهي لأكثر من 6 سنوات وقبل كانت نقابتي، وعندما علمت أنهم يقدمون الدعم لتعلم السياقة على سبيل المثال تقدمت لذلك الدعم. وهم أيضا مميزون لأن لديهم الصلاحية لفرض إضرابات، فيقولون جميع من يعمل بمجال معين في منطقة معينة بموجب اتفاق نقابة العمال وبعد التصويت ممنوع العمل. فقط نقابة العمال من يستطيع فعل ذلك. يجب على المرء أن يبحث عن حقوقه بنفسه وأن يطالب بها. لقد حاولت أيضا أن أتجه إلى الشركات التي كنت أعمل بها في حينه، وأحاول أن أتجه إليهم بالأول، لكن إن لم أكن راضي بأجوبتهم عندها أتجه إلى نقابة العمال. في الاتفاقيات الجماعية يتم الاتفاق على ساعات الدوام. المبدأ الأساسي هو أنه لنا الحق بالاستراحة من العمل وأن نعمل خلال النهار، القسم الأول من عملنا. العمل خلال النهار يدفع لنا أجر النهار. إن اضطررنا للعمل في المساء أو في ساعات غير المتفق عليها يكون لدينا الحق أن نتقاضى عليها أجر خاص، أجر أعلى لهذه الساعات. وأيضا لا يسمح لك أن تعمل بلا توقف. وهناك أيضا قواعد بأن لكل يوم يجب أن تستريح من العمل لإحدى 10 ساعة على الأقل مباشرة عند بدء عمل ما. يصبح لديك الحق بالإجازة المرضية بعد البدء بالعمل بشهر واحد. يصبح لدينا الحق أن نتقاضى أجر يومين كعمل كامل بدل إجازة مرضية. بعد مضي 10 أشهر من العمل لديك الحق ب20 يوم، وعند عملك لفترة عام يصبح لديك الحق بإجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر كامل. الإجازة المرضية تدفع من قبل رب العمل. كلما طالت فترة عملك تطول فترة إجازتك المرضية. لدينا أيضا حق الإجازة، وهو حق من ذو شقين. من ناحية هو حق للتوقف عن العمل، أن تحصل على إجازة من العمل لقضاء الوقت مع العائلة وللراحة من العمل. تكتسب أيام محددة للإجازة بهذا الصدد. بشكل عام نكتسب من 24 إلى 30 أيام عمل، ولكن لكي نستطيع أن ننعم بالإجازة يجب أن نحافظ على دخلنا أثناء الإجازة. كل شهر عمل تحسب لنا نسبة مئوية من أجرنا بدل الإجازة، ويجب أن تظهر على كشف الأجر الشهري وتجمع على فترة عام في العمل ونتقاضاه عند الذهاب في الإجازة. إعطاء كشف الأجر هو فرض عند تقاضي الأجر. كشف الأجر هو عبارة عن وصل حصولك على الأجر. في كشف الأجر يجب أن توضح لمن العمل، ما طبيعة العمل، عدد الساعات وإلى آخره. لكي يتسنى لنا أن نتأكد بأن كل شيء كما يجب حسب اتفاقية العمل هو وصل دفع أجرك. وأيضا مهم جدا لأن كشف الأجر هو أيضا وصل دفعك للضرائب. إذا كان لديك شك بأن هناك خطأ ما في الكشف يجب الذهاب وتلقي المساعدة لدى نقابة العمال لديك للتأكد بأن كل شيء على ما يرام. وأيضا يقوم اتحاد النقابات ونقابات العمال بإقامة دورات للموظفين في أيسلندا للأيسلنديين وللاجئين والعيد العاملة الأجنبية بلغتهم الخاصة لشرح جميع هذه المواضيع، كيفية قراءة كشف الأجر والتأكد من أنه صحيح.